السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، اش اخباركم؟ مزيان. اليوم غادي نقدم معكم الكسكسو المغربي بالسميده. غادي ندير اللحم اللي عندي، غادي نقطع معاه واحد البصيله، نقطع هكذا البصله غليظه، وغادي نديرو العطريه، ندير الابزار، وغندير الخرقوم عرق، غادي ندير سكنجبير، غادي ندير مليحة، غادي ندير زيت الزيتون أولا الزيت المعدن اللي عندو. صافي، غادي نزيد الماء. نتوما البنات، من بعد ما درت العطرية ودرت الماء الحيمة، غادي نخليها تقلى مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. البنات، رجعت لكم من بعد ما خليت الحيمة ديالي كتقلى. دابا وجدت الخضرة اللي عندي، عندي هنا خيزو، عندي ليشو الكروم، وعندي اللفت، وعندي سلاوي، وعندي القرعة حمراء. غادي ندير اللفت وخيزو والسلاوي، غادي نديرهم هما الاولين، وغادي نخلي القرعه خضراء حتى الاخر. دابا غادي ندوزو باش نعملو الخضره ونصايب حداكم هذا السميده، حيت انا كيف ما قلت لكم غادي ندير السميده اليوم، ما غاديش ندير الكسكسو مفتول. كاينين بعض الناس كيخافوا من السميده، ولكن هي الصراحه ساهله في التصايب، ما صعيباش غير هي في هذا الاول اللي ما كتبغيش انك تعطيها الماء، يعني كتبغي تكون الميه ديالها غير قليله، حتى الفوره الثانيه عاد ترشوها الماء. انتم غتشوفوا معايا دابا كيفاش كنرشها غير شويه في الاول، ضروري نبقاو بحال كنفتلوها هكذا. شفتوا هي دغيا تتفزك، ما تكثروش الماء بزاف باش ما تخسرش ليكم. صافي، ما غنعاودش نزيد انا الماء دابا كيف ما قلت لكم باش ما تخسرش ليا. صافي، هذا هو، وتبقاو هكذا، ما توقفوش يديكم على التحرك باش ما تكورش ليكم السميده. بزاف ديال الناس كيخافوا منها، ولكن الصراحه هي راه كتجي احسن من الكسكسو مفتول. صافي البنات، ها هي، صافي تحاولوا تحلوا بعد دوك الكويرات اللي غيبانوا لكم. صافي، غادي نديرها تفور وغادي نرجع معكم ان شاء الله الفوره الثانيه. البنات، دابا هنا من بعد ما فر لي الكسكسو الفوره الاولى، هنايا كيف ما قلت لكم عطيو الماء، ما تخافوش منو، شتو البنات راه ما كتكور ما والو. شتو تقريبا رانا درت جوج كيسان بحال هادو ديال يمكن رابعه تاع الماء. صافي، غادي نشرو هكذا، خليها تشرب شويه ونعاودها ندير ليها الثانيه.
نوريكم ان شاء الله. البنات هنايا من بعد ما غلات شويه الخضره غادي ندير مطيشه وربيطه الكزبره اللي عندي في الكوكه، وربيطه ديال الكزبره مع الموز، وغادي ندير القرعه صافي. غادي ندير هذا، غادي ندير الكسكسو ديالنا ايفور ونرجع لكم ان شاء الله في التفويره الاخيره. البنات من بعد ما الكسكسو طار ليا الفوره الثانيه، دابا غادي ندير ليه الماء وغادي ندير مليحه غادي ندير زويته صافي. غادي نفكو ومن بعد غادي نرجعو يفور الفوره اللخه، غادي نرجعو يفور الفوره اللخه. هانتوما شفتو البنات هي السميده ديالنا كتجي محلوله كتكون شاربه الماء صافي. البنات نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم، يعني هادو هما المراحل ديال الكسكسو، انا تبعتهم معكم دقة دقة بالنسبه للناس اللي يلا كيتعلموا يصايبوا الكسكسو او لا الناس اللي ماشي مغاربه. في هاد الوقيته البنات غادي نزيد شويه ديال السمن الحار في هذا في البريمه ديالنا. البنات من بعد ما صار لي الكسكسو غادي نصب نحط السميده ديالي، واخر حاجه البنات انا كنديرها هي السمن الحار، غادي نديرها في المريقه بزاف كيدوب بين مقادتنا. هذا ديالنا الكسكسو ديالنا نسكي دابا، نحط القريعة ديالي بعد البنات ندير المريقة ديالي نتوما البنات. هذا هو الكسكسو ديالنا، نتمنى تعجبكم الوصفه وديروا لايك واشتراك في القناه، تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتبغيو مع وصفه جديده ان شاء الله.